عسلامة، شنحويلكم اليوم جيتكم في فيديو جديد بعيدا على سوفتوير انجينيرينغ، مي باش نعملو ديغوستاسيون. ليتس جيت ستارتد. اليوم كيما قلتلكم مانيش باش نحكيو على السوفتوير انجينيرينغ، مي باش نبقاو في فرنسا، واللي يقول فرنسا يقول باغيت وجبن. كما شفتوا في التيتر نتاع الفيديو، اليوم باش نعملوا ديغوستاسيون نتاع جبن في فرنسا. دونك اليوم مشيت الصباح الكارفور، دونك القضيه كلها من كارفور، مشيت شريت جبونات اللي لقيتهم هكا ان بو بيزار ولا حاجات حبيت نوريهم لكم وباش نذوقوهم مع بعض. اقعدوا لاخر الفيديو فما واحد مخزز وبلي قولوا لي اون كومونتير شنو المراجعه تحبوني نجرب، على خاطر ريت لي غامين هذوكم نتاع مش لي غامين شنو يتسميو لي نوي انستونتاني نتاع الكوريين اكل حارين على الاخر، كان تحبوني نجربهم. كان توصل 1000 جيم الفيديو نعمل لكم ديك تاع احر وحده ولا شنو، يعني لي نوي احر وحده ساشون لي انا ما ناكلش الحار جبن، دونك باش تشيخو ضحك بي. كيفاش باش تصير الفاز؟ حضرت جبونات نتاعي الكل لهنا وحضرت خبز قصيتو وباش نبداو نذوقو بيه، وخليت التيكي نتاع كارفور باش هكاك نقول لكم لاسوام تفهموا ابري قداش جبن. ساشون اللي في كارفور فما ريون كبير على اليمين وعلى اليسار كله جبونات، وفما ديما يحطوا ريون اخر كبير على الاخر بحذا الخبز زيادة كيف كيف كله جبونات حاسيل وين ندور تبقى جبن في فرنسا بيه. يلا نبداو. اول واحدة حبيت نبدا بها هي الفيسيلو. الفيسيلو هذي يعطيوها الولاد الصغار جبن لوندور هذاك الطويل، هذاك ماهوش جبن 100%، ما هذا جبن 100% يعني ماهيش كيفاش مش مستحضر الجبن، جبن جبن توا للوليد الصغار الغوتي هاي كيما اللوندور بالضبط توا كيفاش، ونوريكم كيفاش ياكلوها لهنا. فتفتوها من الفوق باش زعما زعما يولي عبد، دونك يعملوها هكا. نوريكم كيفاش ياكلوها الفرنسيس ولاد الفرنسيس. حاسيلو حاجة تشبه الهك حكاية فارغة راهو. هاذيا فالوغ سيغ. نجبدو القضية نتاعنا. الفيسيلو قداش؟ الفيسيلو غالي راهو €2.05، يتسمى غالي راهو €2.05 على خاطر فيه كان 4 كعبات. باش نطلعو كريشاندو، بديت بالأسهل وحدين وبعد نبدا نقوي بثاني واحد حسيتو عمري ما ذقتو اللي هو هذايا، اسمه رومبول كرياتور فروماجي دوبوي 1966. محلي اي سيدي او الجبن نتاعنا مزيانة، ما نعرفش شنو فيها برامون حتى من داخل البنوا، عرفش نجرب. بسم الله قد ما خبز ونحطو فيها الجبن نتاعنا. بنين على الاخر عجبني مش نورمال ان فيت، يشبه للفريدو معناها التكستور نتاع الفريدو، فيه كعبات زوزة مقصوصين بنين على الاخر عجبني. دونك الكعبه هذيك صغيره في بالي اغلى حاجه خليتها €2.65 فرانشمون شويه على الاخر خاطر 125 غرام. نتعديو للبرودوي اللي من بعده اللي هو هذايا، شريت بلاتو فيه برشا انواع كما تشوفوا، فما كعبه مخزه وزيد شريت واحد اخر من بعد ستاج التنين تنوريهولكم، مي هذا ديجا فما واحد مخزز فيه، دونك باش نذوقو هذوما مكتوب عليهم شنوا. كونتال بنين على الاخر هذي، كان صدقني ربي ما عرفش اسكو الكونتال ولا الكونتي، نعرف الكونتي هنا ظهر لي مش الكونتال. الجبن الاحمر نتاعنا يشبه له هكايا، فيه كاركتير تحسو قوي بنين، عجبني الكونتال هذي جون عمري ما ذقتو ظهر لي، ما يشبهش الكونتي جمله مش كونتي مي بنين عجبني. نتعديو للسان نكتار. السان نكتار هذا يشبه للبغي، كان تعرفو تنحط لكم تصويرة البغي، مانيش صعيبة برشا راني في الجبن نموت عليه انا جبن دونك ابخي الحقيقة المخزز هذاك مانيش ياسر صحابي نوياه مي بون تك. عشرة على عشرة. عجبني. نتعديو للتوم اللي هو هذايا، يشبه الجبن السيسيليان اوزولو كيفاش، مي هلاك هذا يخوف، علاش عملو هاك على خطر لون اخر احمر ولا اسمو التوم هذا توم دي بيريني. هاي شنحوي لك يا التوم. الله بسم الله. مم.
على خبها لي ابان واحد ما شبهش الجبن الاحمر ما شبهش السيسيليان ما عنديش ريفيرونس مبنيين على الاخر عجبني يلا نتعديو للتوم دو بروبي الاخر توم نورمال وهذا التوم دو بروبي اللي هي مرت العلوش اللي هي النعجه يلا اها مديما عجبني متاع البقره نصور يعجبني متاع النعجه المحله متاع النعجه ديما اقوى كيما الشابغ الشابغ ما خديتوش ما نحبو راهو يلا بسم الله اب بني مي جو بريفير متاع البقره فيه القصوحيه معناها اقصح من من الاخر من التوم النورمال مي بنينه باه يا سيدي وصلنا للمومون فاتيديك اللي هو باش نبداو توا في الساندي اللي هما لي فروماج اللي مخزين شويه شويه باش نوريه لكم شنو هذا يا سامحني مسيو باهي باش نعطيه فرصه اسمه فورم دومبير يلا فورم دومبير ما تنضحنيش ديجا بي باش نحاول ناخذ من البلاصه اللي فيها كمان الخضوريه خديت مرسوعه وبي يا الهي شو نقول لكم بربي كيسح كيسح على الاخر والله اون فيت البارتيات الخضر هذوكم باش نقول كلمه نقول لكم خز باش ما نعيفش روحي زيدا مي ماني مر فورم دومبير صايب عليكم من الحقيقه مش بنين نعطي 2 على 10 نو مسيو نو مسيو على الاخر على الاخر بي دونك البلاتو هذي قداش تكلف لي تكلف لي 5 كوكو ترى هذيا راهو حطوا في مخاخكم اللي يبدا هكا بالاخضر كي يسخن راهو خير معناها كي تحطوا في صوص معناها بلونش نتاع مقرونه ولا تحطوا في بيتزا سا باس ميو من انك تاكلوا هكا بالخبز ميم سي الفرنسيس راهو تبارك الله عليهم يرحلوا بيه هذايا نتعديو لستاج التنين جي نومي سانت اغور نرجع للاخضر المحنون باش نوريكم السانت اغور سانت اغور اون فيت سي ان فروماج دو شيفر كي صدقني ربي مخزز هاو فما سانت اغور اون مود بو معناها تارتيني هذيك ابن جبن في العالم هذا اون فوا فوغ ديجا الريحه ما نحكيلكمش اكل مومو هذي حاجه تشهي بالله بلي خنعملكم انا الحقيقه مانيش سرفان هذيا بيه نيك الجبنات الكل الا هذيا سي تري بيزار الفاز اللي نقوله لكم ان فيت يحرق يحرق مي بني على ليميت جو بريفير هذا على الاخر ديجا باش نزيد والله بنين على الاخر ياه والله لا تصورتها مي ما نعرفش سي ان بو بارتيكولي ماهوش جبن عادي الريحه قويه على الاخر ويحرق في الجرجومه مي بنين ابن الف مره من الاخر الاخر كاتاستروف دوبا ما تاكلو تحس روحك تاكل في حاجه بيزار من بعد ماذا بيك تزيد من بعد يجو لي كو جيم والسانتاغور بتاعنا هنا بقديش السانتاغور ب 2.25 دونك القضيه هذه كل بون اختا خديت كيلو سفناري ما عندها علاقه بالفيديو ومعهم الباجيت تكلفت لي 14.44 دونك جبونيت اللي تراو فيهم معهم باجيت معهم كيلو سفناري اللي هو كيلو سفناري بور انفو ب 1.49 ما خديتش الغاليين انا راهو الحقيقه ما خديتش حاجات غاليين برشا بالرسمي المره الجايه كان تحبوا نعملوا تيست اختكور نتاع الجبونات نعرف اللي فما جبن اصل فيه الدود من داخل دونك تحبوا نجربوا قولوا لي اما لازم تمشي معناها واحد يعمل الجبن ومش تاكل الدود اون فيت هو يبدا فيه الدود ما يقلقش تمشي فيهش دود
كاينكم تاكلوا سامحوني حسيت روحي ديغستاسيون تعيف مي والله بالحق دونك تحبوا تستي انا راني اوفيرت على الاخر الماكله نحب على الاخر الماكله قولوا لي المره الجايه شنو تحبوني تستي كيما قلت لكم فما الفازه هذيك نتاع لي نوي انستانتاني قولوا لي كنت تحبوا نجربوها فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتقابلوا في الفيديو الجاي بالطبيعه اذا كان عجبتكم الفيديو اعملي لايك واعملي سبسكرايب هكاك تزيدوا تشجعوني باش نعمل اكثر فيديوهات ونزيدي با باش تتابعوني على الباج فيسبوك وعلى انستغرام هاني كل مره نحاول نبارطاجي معكم حاجه دي كوتيديان وانا توا مابقى لي كي نقول لكم تشاو.